السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة إيمان عادل حاسبي، مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات والأستاذ بقسم الباثولوجي في كلية طب جامعة طنطا. هتكلم النهاردة معاكم على إزاي إن احنا ندخل على منصة الدراسات العليا اللي تم إنشائها حديثا لإدراج جميع مقررات الدراسات العليا، سواء الإجبارية في السمسترات المختلفة من الأقسام أو المقررات الاختيارية على المنصة الجديدة. بندخل لها إزاي؟ أول حاجة نعملها إن احنا ندخل على الموقع الرئيسي لكلية الطب، بنكتب في جوجل سيرش كلية طب طنطا. اما بندخل دي هي الصفحة الرئيسية، وبيظهر لنا رسالة اللي هي فلاي ان اللي بتظهر قدامنا دي، بنضغط فيها على منصة الدراسات العليا اللي هي اخر اختيار. لما بنضغط على منصة الدراسات العليا بندخل في الصفحة دي. الحقيقة هي دي منصة جديدة انشأها لنا المركز التعليم الالكتروني، وتم يعني اضافة جميع المقررات الموجودة في لائحة الدراسات العليا في كلية الطب عليها. لما بندخل في الصفحة دي بنلاقي كلمة كورسز، بنضغط عليها او نضغط على expand all. اما بيبقى فيه expand all كده بيظهر لي حاجتين: postgraduate دي اللي موجود فيها المقررات الاساسية سواء للدرجات الدبلوم او الماجستير او الدكتوراه، وهنشوفها دلوقتي. والحاجة التانية الرئيسية، العنوان الرئيسي التاني، اللي هو postgraduate elective courses. طيب، وممكن حاجة تانية ان انا بضغط على كلمة courses فبدخل في الصفحة، بتظهر لي بقى بالشكل ده. بيظهر لي اول حاجة رسالة، الرسالة دي بتفكر حضراتكم ازاي ان انت تعمل لوج ان في الموقع ده، برضو مع تحميل اللايحة والتخصصات المختلفة والمقررات الاختيارية. كمان تم اضافة قاعدة البيانات الخاصة بحضراتكم على المنصة الجديدة، زي ما كان كتير من حضراتكم اشترك في الالكتف كورسز السنة اللي فاتت. بنفس الطريقة هندخل هنا عشان نعمل لوج ان ونعمل انرولمنت في المقررات المختلفة. فدي هنا الخطوات يعني بنفكر حضراتكم بيها، ان احنا بندخل على اللينك اللي هو الصفحة اللي احنا فيها دي، اللينك الاولاني ده، وبعدين عشان نشوف بقى المقرر اللي احنا عاوزينه. احنا هنختار احنا عايزين في البوست جراديويت مثلا، لو هنا دكتوراه ولا مسجلين درجة ماجستير ولا درجة دبلومة، وكل واحد فيهم لما بنتك عليها بتظهر التخصصات او المختلفة الموجودة فيه. هي كل واحدة فيهم كده لما بنضغط على السهم اللي جنبها بيفتح لنا كل التخصصات الموجودة فيه، سواء ماستر او دكتوراه او دبلومة اهوت. وبعدين هنا الالكتف كورسز كمان موجودة كلها مدرجة، بس طبعا هيظهر على حسب مين الكورس اللي هيتم طرحه في المقررات الاختيارية، حضراتكم هو اللي هتلاقوه يبقى موجود على الصفحة. طيب، يبقى اول حاجة ان انا هختار انا مسجل في درجة ايه، واختار التخصص بتاعي في الدرجة دي. يبقى تحت الدكتوراه ادي 39 تخصص الموجودين فيها، بختار انا تخصص ايه واضغط عليه. اما بضغط عليه بروح كده على صفحة تانية هتبقى محتاجة مني ان انا اعمل لوج ان، يعني ادخل الباسورد واليوزر نيم بتاعي. فبنفكر حضراتكم في الصفحة دي ازاي بنكتبه. اليوزر نيم هو عبارة عن رقم البطاقة بتاع حضرتك اللي هي ناشونال اي دي، الرقم القومي، اللي هي عبارة عن 14 رقم. طيب دوت اليوزر نيم. الباسورد زي ما حضراتكم شايفين كده على حسب الدرجة بتاعتي، انا مسجل ماجستير ولا دكتوراه ولا دبلومة. لو ماجستير بكتب P capital OST وبعدين A capital وبعدين at وبعدين الاربع ارقام في الرقم القومي اللي على اليمين، تمام. طيب لو كانت دكتوراه يبقى بكتب post، ونراعي بقى الكابيتال والسمول زي ما هي مكتوبة بالظبط في الجدول هنا، وبعدين at وبعدين برضو الاربع ارقام اللي على اليمين في البطاقة بترتيبهم زي ما هم مكتوبين في الرقم القومي. لو دبلومة بنكتب post C، بس هنا السي بتبقى سمول، وبعدين ات وبعدين برضو الاربع ارقام اللي ناحيه اليمين في بطاقه رقم القومي. طيب لما بنعمل كده ايه اللي بندخل عليه؟ بعد كده هنلاقي انه الكورس فتح لنا لان انا عملت لوج ان. والكورس لما بيفتح لي بلاقي فيه كلمه enroll me، يعني انا عايز اسجل ابقى في الموجود في الكورس ده، سواء كان في التخصص الاساسي اللي انا بسجل فيه. ونفس الطريقه برضو لما يبقى فيه مقررات اختياريه هنفتحها هيبقى بنفس الطريقه ونفس الستبس اللي احنا بنقولها دي. طيب والمقررات الاختيارية طبعا هنعلن لحضراتكم دايما، فتابعونا على الفيس وتابعوا النيوز على الصفحة الرئيسية لموقع الكلية. كل ما هيتم طرح مقرر اختياري هيتم الاعلان عنه، لانه هيبقى بعدد ليميتد، وباذن الله ادارة الكلية ادارة الدراسات العليا وافقت على انه يبقى الالكتف كورسز كمان اونلاين، فان شاء الله هنعلن عنها وعن الاعداد وعن التواريخ بالظبط لحضراتكم، فدايما تتابعونا.
طيب اي حد بقى عنده مشكله في الدخول او في اللوج ان او في رقم البطاقه بتاعته مش متسجل لازم تتواصل على طول مع وحده الانفورميشن تكنولوجي في الكليه في الدور الارضي علشان خاطر نضيف الاكونت بتاع حضرتك وننشئ لك حساب على على منصه الدراسات العليا. كمان هو لسه هيتم اضافه المسجلين حديثا في شهر 5، فان شاء الله بعد ما يتم ادراج كل بياناتهم من اداره الدراسات ان شاء الله ويتم الموافقه عليهم وعلى تسجيلهم في الكليه هيتم اضافتهم تلقائيا على منصه الدراسات العليا وهيتبعوا نفس الطريقه اللي احنا بنقولها في الفيديو دي وبنشرحها. طيب نعمل مثال ان احنا ندخل على كورس بحساب مثلا اي حد، يعني هندخل على اي حاجه، هندخل على حاجه في الدكتوراه مثلا، اهو ندخل مثلا هيستولوجي، فهيطلب مني دي صفحه اللوج ان اللي قلت لحضراتكم عليها، فانا في الدكتوراه فبالتالي هناخد كده اي اكونت مثلا بتاع حد من حضراتكم في مسجل للدكتوراه، اهو ندخل برقم البطاقه، ده كده هيبقى اليوزر بتاعه، وبعدين ندخل اللي هي الباسورد اللي هي عباره عن قلنا بوست بي عشان انا في الدكتوراه، وبعدين الارقام الاربعه اللي على اليمين ات، وبعدين الاربع ارقام اللي على اليمين في البطاقه الرقم القومي. لما بعمل لوج ان بالاكونت ده انا كده فتح لي الايه، فتح لي التخصص اللي انا كنت مختاره وعايز اسجل نفسي فيه، لان هو ده اوريدي هي الدرجه وهو ده التخصص اللي انا مسجل فيه في الكليه. ففي الحاله ديت هيظهر لي المربع اللي كان مشروح لحضراتكم هو انرول مي. لما بضغط على انرول مي كده اهو دوت بيخليني ايه بقى، بيخليني خلاص كده انا سجلت اوريدي بقيت في هذا التخصص اهوت، وفتح لي الكورس بالمحتوى بتاعه تمام، وبيبقى اسمي عشان اتاكد بيبقى اسمي موجود هنا في اول الصفحه من فوق. طيب نراعي حاجه، ان انا مثلا لو انا في درجه دكتوراه مش هيظهر لي غير الكورسات بتاعه الدكتوراه، مش هيظهر لي ابدا ان انا اعمل انرولمنت في كورسات مثلا خاصه بالماجستير او كورسات خاصه بالدبلوم عشان ما يحصلش خلط في الدرجات العلميه المختلفه في الكليه تمام. فعلى حسب انا الدرجه اللي مسجل فيها في الكليه ايه هيظهر لي التخصصات بتاعتها. يعني مثلا لو احنا رجعنا اهو لصفحه البوست جراديويت اهو دخلنا على الماستر مثلا، زي انا اتلخبطت اهو كده، ندخل مثلا في التخصص ده ميديكال بايو كيمستري، مش هلاقي هنا ان انا ينفع مفيش مربع انرول مي، لانه اونلي ممبرز اللي هم مسجلين على الماستر في درجه الماستر هم اللي يتفتح لهم ده عشان يسجلوا في الكورس، فبالتالي ان شاء الله مش هيبقى فيه خلط في الحته دي، دايما هيتفتح لي فقط التخصصات بتاعه الدرجه العلميه وانا اختار بقى اعمل سيلف انرولمنت في التخصص اللي انا مسجل فيه في الكليه. ده كده كان ببساطه ازاي ان احنا نعمل سيلف انرولمنت في منصة الدراسات العليا اللي تم إنشائها حديثا لطلاب الدراسات العليا، وبالتوفيق لحضراتكم جميعا وشكرا جزيلا.